أدركت بأن هذه السمكة هناك من يلاحقها، فتنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض عليها. يعني شيء عجيب والله أيها الأحبة، يعني انظروا أحبتي في الله، هربت من المفترس الكبير فجاءها الافتراس من السماء. سبحان الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكن هنا في هذه الأسماك سبحان الله، انظروا أيها الأحبة، انظروا تطير لمسافات، سبحان الله، بكل بساطة، سبحان الله، انظروا أحبتي في الله، سبحان المبدع. هذه أمثلة سخرها الله، انظروا كيف تنطلق بحركة عنيفة جدا لتطير. والعلماء الحقيقة لا يعلمون يعني ما هو سر هذا الطيران. طبعا هي آلية للدفاع عن النفس أيها الأحبة. هذه الكائنات أو هذه الأسماك ضعيفة جدا، درجة الضعف عالية جدا لديها، وبالتالي تخشى من هذه المفترسات الكبيرة فتهرب، تهرب وتطير كما نرى أمامنا، سبحان الله. ولكن المفترس طبعا سوف يلحق بها، وهذه المفترسات لديها القدرة على الخروج خارج الماء والاصطياد، حتى تستطيع اصطياد الطيور، سبحان الله. يعني سمكة تعيش داخل الماء تصطاد طائر نزل ليأكل بعض الأسماك. انظروا هنا أيها الأحبة كيف تحاول، هنا أسماك تحاول أن تصعد لي، انظروا هذه سمكة مفترسة طبعا، وتحاول أن تخرج، انظروا كيف تهجم هكذا وتلتهم هذه السمكة، فهذه السمكة تحاول الطيران، تحاول أن تهرب، انظروا هربت، انظروا أيها الأحبة. فهذه الأجنحة وهذه القدرة على الطيران من غير المنطقي أن تتطور عشوائيا. يعني كائن حي مثل هذه السمكة وجدت أن بعض الأسماك المفترسة تهاجمها فتقوم بصنع أجنحة لها وتطير بها، يعني هذا غير منطقي أيها الأحبة. انظروا كيف تهرب، سبحان الله، انظروا أيها الأحبة، هذه السمكة تهرب من السمكة المفترسة. انظروا دائما الله عز وجل يعطي هذه السمكة الكبيرة قدرات هائلة في الافتراس، لديها أسنان قوية، فكين قويين، قدرة على المناورة، ولكن هذه السمكة الصغيرة تتفوق عليها بهذه الأجنحة التي تطير بها، سبحان الله. لذلك يعني وكل شيء عنده بمقدار، سبحانه وتعالى. انظروا هنا كيف هذه السرعة الهائلة أيها الأحبة، كيف تهرب وهذه تطاردها، سبحان الله. وهنا أيضا تهرب وهذه السمكة تطاردها، وقد تنجو من سمكة ثم تجد نفسها أمام سمكة أخرى، سبحان الله. انظروا أحبتي في الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل مخلوق قدرة تناسبه، قدرة تضمن له أن يستمر. يعني انظروا هذه كم هذا الطيران، هذه القدرة على الطيران، وإلا لولا هذه القدرة الحقيقة هذه السمكة لا تستطيع أن تنجو بحياتها وتتكاثر عبر ملايين السنين، كانت ستنقرض. لذلك الله لم ينسى هذا الكائن من الرزق، لم ينسى هذا الكائن من الرزق. وما من دابة في الأرض، انظروا جاء الطائر ليصطادها، سبحان الله. يعني منظومة متوازنة، هذه الأسماك هي غذاء لهذه الطيور وغذاء للأسماك الكبيرة، فهذه الطيور مع الأسماك الكبيرة تتصارعان على ماذا؟ على هذه الأسماك الصغيرة. انظروا أيها الأحبة، هذه الطيور طبعا تتغذى غالبا على الأسماك، وهي يعني تحب هذا الغذاء اللذيذ، وتغتنم فرصة هروب
إحدى الأسماك الصغيرات من الأسماك الكبيرات، فتطير فيأتي طائر لكي يصطادها أحيانا. انظروا أيها الأحبة، يعني سبحان الملك، كل شيء متوازن أحبتي في الله، لا يوجد شيء عبث. انظروا كيف التقطها هذا الطائر، انظروا أحبتي في الله، هي نجت من السمكة المفترسة، انظروا هربت ونجت بنفسها من المفترس، ولكن جاء الطائر والتقطها بمنقاره بكل بساطة. ما سبحان الله، يعني أنا فعلا مثل هذه اللقطات تذهلني. طب هذه الطيور كيف أدركت بأن هذه السمكة هناك من يلاحقها فتنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض عليها؟ يعني شيء عجيب والله أيها الأحبة. يعني انظروا أحبتي في الله، هربت من المفترس الكبير فجاءها الافتراس من السماء. سبحان الله. فهذا الأمر أيها الأحبة يدعوني أن أتذكر آية عظيمة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل هذه الدواب طبعا، وهنا في الأرض يعني في البحار وفي الجو، الأرض تشمل حتى الغلاف الجوي كما تعلمون، كل هذه الطيور والأسماك والحشرات والكائنات الحية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل الآية فقط تقول ذلك؟ لا، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين. والله أيها الأحبة، أمام هذا الإبداع الإلهي لا نملك إلا أن نعترف أن هناك خالقا عظيما حليما رحيما سخر لكل مخلوق رزقه. الأسماك الكبيرة أيها الأحبة تتكاثر بشكل محدود على فكرة، يعني الأسماك الكبيرة المفترسة، يعني عندما تخلق سمكة كبيرة يخلق بالمقابل مئات الأسماك الصغيرة. لماذا؟ أو ربما آلاف. لماذا؟ لأن هذه السمكة الكبيرة تحتاج لآلاف السمك لتتغذى عليه عبر حياتها. فتصوروا لو أن الأسماك الصغيرة تتكاثر مثل الكبيرة، نفس العدد، الأسماك الكبيرة ستموت والأسماك الصغيرة لن تجد أيضا غذاء لها، وبالتالي سيتوقف هذا النظام الإلهي البديع. سبحان الله. لذلك أحبتي في الله، يعني مثل هذه المشاهد ينبغي أن تجعلنا أكثر خشوعا وأكثر ثقة برزق الله عز وجل. يعني الله عز وجل قادر أن يرزقك أخي الحبيب، ولكن الله لا يريد منك المال، لا يريد الغنى، لا يريد الدنيا، يريد الآخرة. والله يريد الآخرة، يريد يعني أنت حالك في هذه الدنيا مثل إنسان يتهيأ للقاء الله، ولكن درجتك عند الله بحسب البلاء الذي تنجح فيه في الدنيا. كلما كانت الأمراض والبلاء وأحيانا الظلم الذي يقع عليك والأذى الذي تتعرض له، طبعا الأنبياء هم أشد الناس بلاء وأذى، قال تعالى عن هؤلاء الأنبياء الكرام: وأوذوا في سبيلي، أوذوا في سبيلي. عندما يؤذيك شخص لا تظن أن الله يكرهك، لا تظن أن الله يعني إذا أغدق عليك النعم معنى ذلك أنه يحبك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة، يعني فإذا هم مبلسون، يائسون من رحمة الله. لذلك سمي إبليس بهذا الاسم لأنه يائس من رحمة الله. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون والعياذ بالله. فانظروا مثل هذه اللقطات أيها الأحبة التي نراها، نجد أن كل مخلوق يتكاثر بعدد معين
بنسبة معينة، هذه الطيور لها غذاء لم ينسها الله سبحانه وتعالى. تصوروا لو أن الله لم يخلق هذه الأسماك الكبيرة الشرسة، ربما الأسماك الصغيرة لا تضطر للطيران وسينقطع رزق هذه الطيور الكبيرة. فسخر الله سبحانه وتعالى لهذه الطيور الصغيرة من يطارد الأسماك الصغيرة لتهرب وتطير ويلتقطها هذا الطائر ويحمد الله سبحانه وتعالى. انظروا انظروا، ترتفع أعلى من الطائر، يعني والله شيء غريب. أنا هذه اللقطة أكررها كثيرا ولا تزال تذهلني. انظروا أين هو الطائر أحبتي في الله، انظروا هنا، وانظروا أين السمكة أعلى منه. طيب بالله عليكم، ما هذه القدرة على الطيران؟ يعني هل هذا بفعل تطور عشوائي؟ انظروا التقطها، سبحان الله، انظروا كيف التقطها وحمد الله عز وجل. هي هربت من السمكة الكبيرة. انظروا كم ترتفع في السماء، انظروا أيها الأحبة، سبحان الله، انظروا التقط هذا الطائر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذه السمكة الصغيرة ستستقر في بطن هذا الطائر الجائع، سبحان الله. انظروا أحبتي في الله، والله مثل هذه الأشياء تدعوني أنا حقيقة أن أقول أحبتي في الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.